بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد ببدأ الحلقة بنتائج وانتصارات جيدة للنشاط الرياضي في النادي الأهلي. فوز فريق الباسكت، فريق كرة السلة للنادي الأهلي، حامل اللقب في البطولة العربية على الميناء اليمني في افتتاح مباريات البطولة بنتيجة 132-53. وفوز النادي الأهلي على الترجي التونسي بالتأكيد في بطولة أفريقيا لكرة اليد بنتيجة 28-21. انتصارات جيدة لفريق اليد وفريق السلة في مبارياتهم الخارجية. فريق الباسكت، فريق السلة بيلعب في البطولة العربية، والأهلي حامل اللقب البطولة اللي بتقام في الكويت، نتيجة كبيرة وعريضة 132-53. والأهلي بيواجه الترجي التونسي الفائز بالبطولة العربية منذ أيام قليلة والمتأهل مع الأهلي إلى كأس العالم للأندية. كانت مباراة الصدارة، مباراة الزعامة، قدر الأهلي يفوز على الترجي بنتيجة كبيرة أيضا في كرة اليد بنتيجة 28-21. عندنا تفاصيل بخصوص المباراتين، وبالتأكيد هنتكلم على النتائج المميزة لفريق اليد وفريق السلة، وإن شاء الله بإذن الله يكملوا مشوارهم بشكل جيد سواء في البطولة العربية للباسكت أو حتى بطولة الهاندبول لفريق الأهلي في البطولة الإفريقية. لكن حلقة النهاردة كمان فيها تفاصيل مهمة، وهنتكلم على فريق الأهلي اللي بيستعد للسفر إلى تونس غدا، عنده مباراة مهمة أمام اتحاد المانشستري التونسي يوم الأحد المقبل، غدا في تدريب ثم السفر، وإن شاء الله غدا الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر هيعلن القائمة اللي هيسافر بيها إلى تونس لخوض أولى المباريات الإفريقية بالنسبة للفريق خلال الفترة الجاية. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم. وسؤال حلقة النهاردة، عايز كل مشاهدينا في كل مكان أو اللي بيتابعونا سواء في الوطن العربي أو في كل بقعة من بقاع الدنيا يوجهوا رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل سفرهم لتونس وخوض أول مباراة في الموسم الإفريقي المقبل إن شاء الله. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائل حضرتكم. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل الاستعداد للاتحاد المانشستري، وكمان الأهلي يفوز على الترجي ببطولة إفريقيا لكرة اليد، وأخيرا رابطة الأندية تعلن انطلاق الدوري 18 أكتوبر. استعراض مباريات اليوم، دوري أبطال أوروبا والجولة الثالثة، والنهاردة استكمال باقي المباريات الساعة 7 إلا ربع في مباراتين في توقيت واحد. ريد بول سالسبورج من النمساوي هيلاعب دينامو زغرب الكرواتي، لايبزيج الألماني هيلاعب سيلتيك الاسكتلندي. الساعة 9 6 لقاءات في توقيت واحد، تشيلسي بطل إنجلترا هيلاعب الميلان بطل إيطاليا، مانشستر سيتي هيلاعب كوبنهاجن، شبيلية هيلاعب بروسيا دورتموند، يوفنتوس هيلاعب مكابي، بنفيكا هيلاعب باريس سان جيرمان، وريال مدريد الاسباني هيلاعب شختار دونيتسك الاوكراني. كلها مباريات مهمه وقويه في دوري ابطال اوروبا، مباريات القوه والمتعه والاثاره. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع فقره ترند ترند، الكواليس والاخبار والمعلومات، والنهارده عندنا كلام مهم جدا بخصوص النادي الاهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما كنت بتكلم في بداية الحلقة على الانتصارات والبداية القوية لفريق كرة السلة في البطولة العربية اللي بتقام حاليا في الكويت، والفوز على بطل اليمن فريق الميناء اليمني بنتيجة 132-53. نتيجة كبيرة ونتيجة عريضة، وطبعا لسه البطولة في بدايتها ولسه المباراة وقوتها أكيد هتظهر خلال الفترة الجاية، لكن البداية قوية والبداية مبشرة لأن الأهلي هو حامل اللقب، فلازم يبدأ هذه البداية القوية في البطولة العربية. وأهم ما يميز هذه الانطلاقة الحضور الجماهيري الكبير لجماهير النادي الأهلي سواء في استقبال البعثة، في التوجه إلى الفندق النهاردة، كمان في المباراة وفي الصالة المغطاة، استقبال كبير جدا وتشجيع حماسي من جماهير النادي الأهلي الموجودة في الكويت. جماهير النادي الأهلي العريضة الموجودة في كل حتة هتشجع وتؤازر وتساند الفريق في أي مكان. جماهير النادي الأهلي هتفضل دايما السند والدعم لفريق الأهلي في جميع الألعاب سواء الكورة، السلة، الطايرة، اليد. أكيد إن شاء الله البطولة بإذن الله هتكون أهلوية والأهلي يرجع بالكاس ويكون حامل لهذا اللقب للعام الثاني على التوالي بعد الفوز بنفس اللقب ده العام الماضي في الأسكندرية اللي نظمت هذه البطولة العربية. النهاردة فريق كرة اليد أيضا عمل نتيجة كويسة جدا ونتيجة جيدة ونتيجة ممتازة، لأنه قدر يفوز على الترجي التونسي وقدر يحصد العلامة الكاملة
في الدور الأول قبل مراحل الأدوار النهائية، والفوز على الترجي بنتيجة عريضة 28-21. الترجي كان لسه فايز بالبطولة العربية، والتيم اللي كان بيلعب بالترجي في النهائي البطولة العربية هو النهاردة اللي كان بيواجه النادي الأهلي في البطولة الإفريقية، لكن النادي الأهلي قدر يفوز على الترجي يحصد العلامة الكاملة. بالتأكيد أداء مميز من دانيال جوردن المدرب الأسباني مع فريق النادي الأهلي، كما كمان أداء مميز جدا من أوجستي بوش مدرب السلة مع النادي الأهلي في فريق كرة السلة. كمان النهاردة جمهور النادي الأهلي كان ظاهر بشكل رائع، شكل مميز، دعم كبير جدا. والنقطة اللي عايز أكد عليها، وخدوا بالكم من التفاصيل اللي جاية دي، فريق كرة اليد مسافر ومعاه رئيس بعثة، فريق كرة السلة مسافر ومعاه رئيس بعثة، رئيس بعثة فريق كرة اليد المهندس خالد مرتجي، فريق رئيس بعثة فريق كرة السلة الأستاذ طارق أنديل. قبل السفر كانت في اجتماعات خلال الفترة الأخيرة إدارة النشاط الرياضي، معالي الوزير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، في اجتماعات مستمرة مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وفي اجتماعات بتتم مش امبارح ولا النهاردة، احنا بنتكلم على مدار آخر 4-5 شهور في اجتماعات مثمرة بخصوص النشاط الرياضي عشان النتائج الفترة اللي جاية. زي ما قدر فريق الباسكت يحصد كل البطولات العام الماضي بعد ما كان في بعض الإخفاقات في السنوات الماضية، قدر يعود ويكون رقم واحد في الباسكت داخل مصر وفاز بالبطولة العربية. نفس الأمر بيتم في فريق كرة اليد، النهاردة بيفوز على الترجي، أكيد النتيجة دي هتساعده في المباريات القادمة عشان يوصل للمباراة النهائية، وأيًا كان بقى الفريق اللي هيوصل المباراة النهائية، أيًا كان الزمالك الترجي، الأهلي إن شاء الله وقتها هيكون على هبة الاستعداد للفوز بهذا اللقاء والفوز بالبطولة الإفريقية. ما ننساش كمان إن الأهلي في كرة اليد هيلعب كأس عالم، زي ما عندك فريق كورة بيلعب كأس عالم، عندك كمان فريق اليد بيلعب كأس عالم. هل الكلام ده بيجي كده صدفة؟ لأ، الكلام ده بيتم من خلال اجتماعات مستمرة واجتماعات متواصلة، وفي اجتماعات يومية بتوصل لأكتر من 5-6 ساعات عشان في النهاية تقدر تحضر سكواد لقائمة فريق في جميع الألعاب عشان هدفك في النهاية حاجة واحدة بس، تسعد جمهور النادي الأهلي. والنهاردة الفرحة والسعادة اللي شفناها على وجوه جماهير الأهلي سواء في صالة الحمامات في تونس أو حتى النهاردة في الكويت، هي دي الرسالة أو الشغل اللي الناس بتشتغله عشان تسعد الجماهير. الاجتماعات اللي بتتم سواء لفرقة الكورة لإدارة النشاط الرياضي، كل واحد جوه المجلس ليه تخصص في إطار معين وبيشتغل عليه مع الإدارة التنفيذية والأجهزة التنفيذية اللي بتتم أو من خلالها بيتم تنفيذ كل الاستراتيجيات دي في الفترة الأخيرة. الحمد لله الفرق تكمل الفترة الجاية بشكل جيد. ما ننساش أن فريق اليد بعد ما يخلص بطولة أفريقيا هيكون عنده استعداد بعد كده في الفترة اللي جاية لكأس العالم للأندية، وهيكون ساعتها كمان رئيس البعثة دكتور محمد سراج الدين، وبالتالي كل الأمور الحمد لله بتسير بشكل جيد بخصوص النشاط الرياضي. وانتظروا بداية الموسم عشان الناس تبدأ تحكم بقى على الشغل اللي تم في الفترات السابقة من خلال أداء بقى رسمي في الفترة اللي جاية. النهاردة كمان محترف أمريكي على أعلى مستوى موجود النهاردة مع فريق الأهلي لكرة السلة. أنت لو عندك فرصة تدعم في كل المراكز سواء في الباسكت أو في الهاندبول أو في الفولي في الطايرة، كل ده هتعمله في النهاية عشان تسعد جمهور الأهلي. شايفين الصورة اللي قدامكم دي؟ رجعوا لي بس الصورة اللي فاتت. الصورة اللي قدامكم دي ده بطولة العربية للسلة في الكويت، جمهور الأهلي، بصوا مين اللي موجود، أعظم نادي في الكون جماهير النادي الأهلي. أنتوا الحمى، أنتوا الدرع، أنتوا السيف، أنتوا اللي بتقفوا دايما في صف النادي الأهلي وحائط الصد أمام أي هجوم أو أي لجان بتحاول توجه الجماهير لأي أمور سلبية. جماهير النادي الأهلي فاهمة كويس قوي مصلحة فرقتها وعارفة كويس قوي طول ما هي داعمة للنادي الأهلي، وحتى لما بيكون في سلبيات بتتكلم في السلبيات لمصلحة النادي الأهلي. ده اللي احنا عايزينه دايما من جمهورنا، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في انتصارات في جميع الأصعدة، أو بمعنى أصح الناس بتشتغل عشان تسعد الجماهير، والتوفيق من عدمه ده في إيد ربنا سبحانه وتعالى. لكن إن شاء الله بإذن الله تكون في كل الفرق موفقة في الفترة اللي جاية. آخر ولا فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأن عندي موضوع مهم جدا عايز أتكلم فيه من فترة، بس آن الأوان إن أتكلم فيه النهاردة لأن خلاص بنقترب من بداية الموسم وفي رسائل مهمة جدا عايز أوصلها لجمهور الأهلي، والأمور هتكون مرتبطة بالتاريخ مش بالحاضر بس. فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب الجزء اللي جاي ده مهم جدا لأن الكلام فيه فترة طويلة فضلت أقرأ وأشوف إيه اللي بيتكتب ووجهات النظر سواء الإيجابية أو السلبية. ملف التدعيمات، ملف الصفقات،
الأهلي جاب صفقات كتيرة، لأ جاب صفقات قليلة. هل الأهلي غطى المراكز اللي ممكن يحتاج فيها لاعبين جدد عشان يستعد للموسم الجديد ولا لأ؟ أنا قلت دايما المعيار بالنسبة لي التاريخ. عمر تاريخ النادي الأهلي ما كان بيتكلم على الكم. أنا جايب كم صفقة؟ 10 15. عمر الأهلي ما دخل موسم وجاب الكم ده. في أندية دايما متعودة على كده، وفي جماهير أندية تانية متعودة على كده، لكن الأهلي عمره معود جمهوره اللي أنا أخش موسم جديد وأشتغل على فكرة أنا محتاج 7 8 10 صفقات. هيطلع الناس وتقول ما هو اتقال إن احنا محتاجين تدعيمات قوية. بالفعل كانت في تدعيمات قوية أنت محتاجها، بس التدعيمات القوية هل أنت تعرف الجهاز الفني عايز إيه أو لجنة التخطيط محتاجة كام صفقة أو بتتكلم في كام مركز؟ ما عندكش المعلومة، لأن المعلومات اللي زي دي لازم تبقى معلومات سرية. ممكن محتاج تدعيمات قوية بس في 3 4 5 عناصر، ممكن محتاج تدعيمات قوية في بعض العناصر الشابة عشان السنوات اللي جاية. لكن في نقطة مهمة جدا، في فترة من الفترات قبل ما اخش بقى واتكلم بقى على سكواد الأهلي الحالي اللي لعب 2 نهائي افريقيا او 3 نهائي افريقيا اخر 3 سنين وبينافس رغم كل الصعوبات وعدد المباريات اللي لعبها، قبل ما اتكلم على السكواد وقدامنا التمرين وقدامنا اللعيبه اللي انتم شايفينها يمكن ابرز لعيبه موجوده في الدوري المصري حتى وفي البطولات الافريقيه في اخر 3 4 سنين في مسابقه دوري ابطال افريقيا. تتذكروا في سنه من السنين الاهلي كان عنده عماد متعب وكان خلاص على خطوه انه يضم عمرو زكي والصفقه ما تمتش. هل الاهلي وقف على فكره ان هو ما ضمش عمرو زكي فخسر بطولات؟ اطلاقا بالعكس، ده المنافس اللي خد عمرو زكي ما عرفش يفوز ولا بطوله، خسر دوري وكاس وافريقيا، وانت بعماد متعب وبالجيل اللي كان موجود كسبت الدوري والكاس وافريقيا. في فتره من الفترات كان محمود فتح الله ابرز مدافع في الدوري المصري مع مدافعي النادي الاهلي، وكان قاب قوسين او ادنى من الانضمام للاهلي، ومع ذلك ما انضمش للاهلي. هل الاهلي وقف على صفقه محمود فتح الله؟ بل بالعكس، الاهلي فاز بكل البطولات اللي نافس فيها في الفتره اللي محمود فتح الله انضم للفريق المنافس. انا عايز رسالتي توصل للجمهور بمعنى ايه؟ اوعى تحكم على موسم انتقالات بعدد الصفقات. انا نظريتي كده من زمان مش من دلوقتي، لان انا بغطي اخبار الاهلي من سنه 2005، ومن 2005 ل 2022 بنتكلم في 17 سنه شفت دروس كتيره قوي في موضوع الصفقات تحديدا. في اسماء بيتقال عليها كلام كبير وبروباجندا وبيدفع فيها ارقام كبيره وتنضم وما بتحققش الهدف اللي انت عايزه منها، لكن ممكن في مرحلة تضم 4 5 لعيبة توصل للنتيجة اللي انت عايزها. ليه بقى بقول كده؟ انت بص على السكواد وقائمة الاهلي. حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. لما الشناوي غاب ولعب علي لطفي اجاد في مباراة امام الزمالك وتصدى لركلة جزاء امام الزمالك، وفي اي توقيت بتختار علي لطفي بيكون مميز. عندك مصطفى شوبير اجاد وظهر بشكل رائع، وفي نهاية الموسم اللي فات أنا قلت كده نصا الأهلي عنده أسود في حراسة المرمى والكل قال كده. مين حارس منتخب مصر دلوقتي؟ محمد الشناوي. هل في حارس تاني؟ لا. هل في حارس منافس في أندية منافسة بينافس الشناوي على حراسة مرمى المنتخب؟ إطلاقا مش موجود. يبقى بالتالي أنت في المركز ده عندك أحسن حارس في أفريقيا، وبالفعل هو أفضل حارس أو أفضل لاعب في دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة. ده مش كلامي، ده كلام الاتحاد الافريقي، الجائزه اللي خدها محمد الشناوي. خش على خط الدفاع، عندك محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، عندك رامي ربيعه، وعندك كمان اكتر من لاعب كمان داخل الفتره الجايه ابرزهم كمان محمد مغربي، عندك ياسر ابراهيم. في فتره من الفترات محمود متولي كمان عائد من الاصابه ان شاء الله ويكون جاهز بشكل اساسي في الموسم القادم، لكن في فتره من الفترات لما تبص على خط دفاع منتخب مصر انت كنت بتلاقي ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، بتلاقي ايمن اشرف ومحمد عبد المنعم. حتى في المباراه الفاصله بتاعه السنغال تصفيات كاس العالم لما كارلوس كيروش حب يشوف مدافع بديل جاب رامي ربيعه من الاهلي. فانت بالتالي افضل خط دفاع عندك هو دفاع النادي الاهلي، افضل خط دفاع في الدوري كان دفاع النادي الاهلي. اخر 10 مباريات في الدوري كم هدف دخل مرمى النادي الاهلي بالمقارنه بالفرق المنافسه؟ مفيش. خش على الجبهه اليسرى، عندك علي معلول ظهير ايسر منتخب تونس، كريم فؤاد موجود في منتخب مصر، خش على الجبهه اليمنى محمد هاني، في اكرم توفيق. هو بعد عوده اكرم توفيق احد اللعيبه اللي كانت مصابه وغابت فتره طويله جدا والمنتخب تاثر بغيابه، هل بعد اكرم توفيق ممكن تدور في الدوري المصري على ظهير ايمن؟ طلع لي ظهير ايمن من الدوري المصري في امكانيات افضل من اكرم توفيق، مش هتلاقي. انت بتشتغل على سوق انتقالات داخلي،
مين اللي متاح في الدوري المصري انت شايفه كويس بخلاف فرق المنافسه اللي بتتصدر الدوري، سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز؟ هتلاقي كله شبه بعضه. فبالتالي انت في النهايه انت مش محتاج ان انت تجيب 10 صفقات كل سنه، مش محتاج ده. خش على وسط الارتكاز، عندك عمرو السوليه، حمدي فتحي، اتنين وسط ارتكاز في منتخب مصر، معاهم اليو ديانج لعيب في منتخب مالي، ممكن تستفيد باكتر من لاعب في هذا المركز سواء قفشه او اكرم توفيق. تبص على الناحيه الهجوميه، جبت برونو سافيو لاعب برازيلي، واستنوا وشوفوا مستوى برونو سافيو الفتره اللي جايه بعد توالي عدد من المباريات، ما تحكموش عليه من اول ماتش، وما تصدقوش بعض الناس اللي تقول لك الراجل مش مقتنع بيه مارسيل كولر. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده كله كلام هقص، انا بقول لكم كلام مش حقيقي، وكلام كله الهدف منه هو يهز ثقه جماهير الاهلي في فرقته. بالاضافه لده عندك طاهر، عندك حسين الشحات، عندك محمد مجدي قفشه، عندك لعيبه كتير، عندك بيرسي تاو لما يرجع لمستواه ان شاء الله ويعود من الاصابه هيكون لعيب مميز جدا. احمد عبد القادر، من كتر الاسامي المميزه انت ممكن تبقى شايف قائمتك في كل مركز عندك 2 و3 لعيبه. والله انا الكلام ده بقوله من نهايه الموسم الماضي، مش بغير كلامي ولا بدي مبررات لحد، بس جمهور الاهلي اللي هو دايما هدفه وخوفه على مصلحه الاهلي في المقام الاول مهم جدا. احنا نذكره بالتاريخ، في فتره من الفترات الاهلي كان داخل في صراع على صفقات مع لعيبه اساسيه في منتخب مصر وما انضمتش، والاهلي فاز بالبطولات الافريقيه والمنافس خسر قدامك في كل البطولات الافريقيه. فالعبره مش بالصفقه وباسم النجم وقيمه ومكانه الصفقه اللي انت هتجيبها، العبره انت السكواد بتاعك والقائمه بتاعتك والجهاز الفني هيشتغل ازاي في الموسم ويحضر الفتره اللي جايه. خش على خط الهجوم، محمد شريف هداف الدوري الموسم قبل الماضي، شادي حسين ابرز لاعب او ابرز مهاجم في الدوري السنه دي، برونو سافيو ممكن يكون لعيب سترايكر وراس حربه، عندك اكتر من لاعب مميز في اكتر من مركز. انت دعمت بشادي حسين، جبت برونو سافيو، وفي كمان لاعب صاعد مصطفى سعد بيلعب في المنتخب الاولمبي وفي نادي السيراميكا، اصبح حاليا لاعب في صفوف النادي الاهلي، هيكون احد الركائز الاساسيه في خط وسط الاهلي خلال الفتره اللي جايه. سيبك من كل ده بقى، تعال عند اللعيبه الصاعده، اللعيبه الناشئين. شوف انا بقول لكم اسماء القايمه واسماء اللعيبه بدون ما ابص في ورقه، لان انت عندك نجوم مش محتاج تقرا ورقه عشان تعرف مين موجود ومين مشي او مين هو النجم ومش النجم. انت عندك قايمه محترمه، قايمه فريق مميزه، لعبت 3 نهائي دوري ابطال افريقيا. لا قدر الله الموسم الماضي لما خسرنا الدوري بظروف كتيره جدا، والله العظيم كان ابرزها التحكيم، والله العظيم كان ابرزها التحكيم، لكن في نفس الوقت انت بتلعب 3 نهائيات دوري ابطال افريقيا، بتلعب عدد مباريات كتير جدا، جيت في نهايه الموسم عمرو السوليه اتصاب، محمد شريف جات له اصابه، اكرم توفيق في شهر يناير كان مصاب، حمدي فتحي جات له اصابه، محمد الشناوي غاب بسبب الاصابه، بيرسي تاو غاب بسبب الاصابه، كل دي كانت اصابات هترجع وتكون معاك في الموسم الجديد. طيب اللعيبه الصاعده، لان في نقطه عايز اتكلم على اللعيبه الصاعده للنادي الاهلي من قطاع الناشئين، واتكلم عن المراحل السنيه، لان معنى ان اقول لاعب ناشئ او لاعب صاعد يعني 2003 2004. احنا فتره من الفترات كان بيتقال على لعيبه صاعده في فرق منافسه مواليد 99 و2000، يعني لعيب عنده 22 سنه 23 سنه وبيتقال عليه لعيب صاعد. لكن تعال بص اللعيبه الصاعده في الاهلي اللي هتكون موجوده في السكواد والقائمه الفتره اللي جايه. رافت خليل مواليد كام؟ رافت خليل 2004. بنتكلم على كمان محمد اشرف 2002، ميدو نبيل 2004، احمد نبيل كوكا واللي لعب فتره طويله الفتره الموسم الماضي 2001. هل وانا بتكلم على اللعيبه الصاعده محمد مغربي 2001، هل انا بتكلم على حد فيهم مواليد 99 ولا 2000؟ ده انت بتتكلم من 2001 ل 2004. بصوا على مباراه قطاع الناشئين، الفرق اللعيبه دي لما كانت بتلعب في القطاع مع الفرق المنافسه كانت بتكسبها رايح جاي، كانت بتكسبها رايح جاي. فللاسف للاسف في بعض المعلومات بيتم طرحها على السوشيال ميديا وعلى الاعلام بتهز ثقه جماهير الاهلي في لعيبه النادي الاهلي، لكن صدقوني والله انا حضرت التاريخ على مدار 17 سنه جوه النادي الاهلي، عمر الاهلي ما دخل قايمه او دخل موسم انتقالات ب 10 15 لعيب. في فرق تانية بتعمل ده، في فرق تانية بتعمل ده، لكن الاهلي عمره ما عمل ده، ولما بيحتاج بيشوف احتياجاته ايه وبيدعم، ممكن يدعم بثلاثة، يدعم بأربعة، يدعم بخمسة. لسه فترة الانتقالات هتنتهي يوم 10 أكتوبر. فجمهور الأهلي المفروض الدور المنوط بيه وهم عارفين ده، وهم أكتر ناس حريصة على النادي الأهلي، أكتر مني وأكتر من أي حد بيتكلم، لأن هم مالهمش مصلحة. جماهير النادي الأهلي مصلحتها حاجة واحدة بس، تشوف فرقة الأهلي أفضل فرقة في الدنيا. وأعتقد دي مصلحة يعني مجردة
من اي شيء تاني، مجرده من اي حاجه غير حاجه واحده بس، انتماء. الناس دي بتنتمي للاهلي انتماء غير طبيعي، وبالتالي خايفه على الاهلي. لكن دورنا ان احنا نوضح لهم التاريخ قال ايه مع النادي الاهلي، والموسم اللي جاي هيكون موسم ان شاء الله باذن الله بعد التحضير ليه هيكون موسم جيد، وهيكون فيه تغاضي عن كل الاخطاء اللي حصلت في الفتره السابقه. ولكن ما تنساقوش ورا بعض الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا، لان انا قبل ما ادخل هوا احد نجوم الفرق المنافسه وفي اعلام الفريق المنافس بيقول لك صفقه قويه النادي الاهلي هيبرمها خلال الساعات اللي جايه. هو فرحان قوي الاهلي هيبرم صفقه؟ بالعكس، هو عايز يطلع لك كده حاجه تبقى شراره عشان لما بتحصلش بكره وبعده فتعمل لك ازمه. بصوا على صفقات الفرق المنافسه وانتوا تعرفوا انتوا فين وهم فين، هتعرفوا انتوا فين وهم فين. ركزوا على المنافس اكتر ما تركز على اللي بيحصل عندك، زي اللي بره بيعمل كده، عايز دايما يحطك انت تحت بؤره الاهتمام عشان دايما كل كلامك على النادي الاهلي، ويبقى الكلام بقى يا اما ايجابي يا اما سلبي. وبعض اللجان للاسف هي اللي بتتصدر المشهد، جمهور الاهلي دايما هو اللي موجود في المدرج، وانا دايما باخد وجهه نظر جماهير الاهلي من الانطباع اللي بشوفه في المدرجات لما تبدا المباريات. وان شاء الله السنه الجايه هتكون سنه خير على النادي الاهلي بعد ضياع الدوري الموسم الماضي، لكن ان شاء الله في منافسه قويه على الدوري والبطوله الافريقيه. ده كان كلام مهم جدا بخصوص ملف الصفقات. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. اول حاجه معايا الحساب الرسمي للنادي الاهلي، ومرحبا بعودتكم الينا من جديد. يسرنا الاعلان عن اتحاد القوه بين النادي الاهلي المتميز وبين الشركه بالتاكيد اللي هتكون مصممه او المسؤوله عن الزي الرسمي للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، والكلام ده حتى موسم 2025 2026. ترقبوا التطورات القادمه، قدامكم على الشاشه الزي الرسمي للنادي الاهلي والتيشيرت الاساسي للنادي الاهلي خلال الموسم القادم وحتى موسم 2025 2026، وباذن الله ان شاء الله تكون بدايه جيده. بالمناسبه ذكريات جميله جدا مع الشركه المصممه لزي النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، اخر مره كانت معانا في 2013، وقبلها بسنتين كان دوري ابطال افريقيا موسمين متتاليتين 2012 2013 كاس عالم انديه. طبعا الشركه لما بتختار اسم الاهلي ده نتيجه ان النادي الاهلي الاسم الكبير، شركه مسؤوله عن اكبر فرق العالم، اكبر منتخبات العالم. في توقيت زي ده لما تبرم اتفاق مع شركه عالميه قبل كاس العالم، اكيد في تفاصيل الناس اللي بتفهم في مساله التسويق هتبقى فاهمه ان توقيت كان صعب جدا انك تبرم هذا الاتفاق مع الشركه المسؤوله عن الملابس قبل كاس العالم بشروق قليله جدا ويكون الزي متاح. ولكن خلال المواسم القادمه هيكون عندك زي خاص وتصميم خاص للنادي الاهلي باذن الله في السنوات اللي جايه وقبل نهايه التعاقد ان شاء الله حتى موسم 2026. طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت، وبيتكلموا على ان في 7 لاعبين مهددين بالرحيل عن الاهلي باوامر كولر. هنا الموضوع متعلق باللعيبه الصاعده اللي ممكن الفتره اللي جايه الجهاز الفني محتاج يشوفها مع فرق اخرى عشان يحكم على مستواهم لو مش هياخدوا فرصه مع التشكيله الاساسيه. لكن الاسماء اللي قدامي يعني في بعض الاختلافات، هو بيتكلموا على ان في مصدر في الاهلي قال ان في مناقشه لعروض الرحيل السباعي، زياد طارق، عبد الرحمن رشدان، محمد محمود، محمد فخري، مصطفى سعد، صلاح محسن، احمد اشرف، والاداره بتفاضل بين العروض وفقا لاحتياجات الجهاز الفني. اعتقد في اسمين ثلاثه بدون ذكر تفاصيل يعني مش مؤكدين بنسبه 100%، واعتقد التفاصيل مش يعني صح بنسبه 100%. اليوم السابع بيتكلموا عن ان كولر بيمنح برونو سافيو تعليمات ومهام جديده في تدريبات الاهلي. برونو سافيو صانع العاب الفريق الجديد ان شاء الله، يمكن كولر عمل معاه جلسه رفع المعنويات، تحفيز اللاعب البرازيلي لتقديم افضل عروض خلال الفتره اللي جايه عشان يحجز مكانه في التشكيله الاساسيه. خدوا بالكم احنا قعدنا فتره الناس ماسكه برونو سافيو هيتوقف مش هيلعب مع الاهلي، الاهلي جايب لعيب عامل مشاكل وهيتوقف. والله العظيم انا قلت الكلام ده من زمان، حتى لو في ايقاف عشان يتوقف لازم يتم اختيار الاتحاد الدولي، بس انا حسيت الناس في مصر عايزه اللاعب يتوقف بسرعه، يعني في بعض الناس كده عايزه اللاعب يتوقف بسرعه، عايزه الصفقه ما تظهرش بسرعه، مش عارف ليه. اخر حاجه معايا في ترند الاهلي الوطن الرياضي، كاف يخطر الاهلي بموعد مواجهتي المانشستري بدوري ابطال افريقيا. اتحدد المباراه الاولى لقاء الذهاب ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي الساعه 4 بتوقيت القاهره، ولقاء العوده يوم السبت 15 اكتوبر على ملعب الاهلي والسلام
الساعة 6 إن شاء الله بتوقيت القاهرة، لقاء الذهاب والإياب مع بطل تونس. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند. بالتاكيد مباراه الاهلي واتحاد المنستيري التونسي بتشغل بال كل الراي العام الاهلاوي والتونسي، كل متشوق لرؤيه هذه المباراه. وبالتاكيد مش هيكون معانا افضل من الاعلامي التونسي الزميل العزيز بديع بن جمعه عبر السكايب من الدوحه عشان نتكلم معاه على هذه المباراه ورؤيته وجاهزيه كمان اتحاد المنستيري لمواجهه النادي الاهلي. زميلي العزيز بديع بن جمعه، تحياتي ليك، يعيشك. مساء النور محمد، تحياتي ليك لكل الأهلاوية من خلال شاشة قناة الأهلي. سعيد جدا دائما كما تعودنا بالتواجد في مثل هذه المناسبات الكبرى التي تجمع بين الأهلي والأندية التونسية. تعودنا عن أن الأهلي يواجه الترجي، يواجه النجم، يواجه الصفاقسي، يواجه الإفريقي. هذه المرة منافس جديد من تونس. الأهلي نتحدث عن فريق تألق في السنوات القليلة الماضية، هو الاتحاد الرياضي المنستيري. كيف ترى هذه المباراة آخر استعدادات فريق الاتحاد المنستيري؟ بالتأكيد أبرز لاعبي الصحف التونسية وحديثها كمان عن هذه المواجهة المنتظرة. هي بلا شك محمد ما أنه يتواجد فيها الأهلي كطرف وفريق تونسي في الجهة المقابلة. في هذه الحالة تحدث عن الاتحاد الرياضي المنستيري، هي قمة هذا الدور من المسابقة الأفريقية تشامبيونز ليج الأفريقي في دوره الـ 32. مباراة أسالت وستثير كثير من الحبر في الايام الماضيه وفي الايام القادمه في انتظار انطلاق مواجهه الذهاب يوم الاحد المقبل في ملعب مصطفى بن جلال في المنستير. ننتظر منها الكثير، خصوصا وان الاتحاد الرياضي المنستيري يبقى احد ابرز الانديه في تونس في السنوات القليله الماضيه مثل ما قلت من لحظات، حتى ان قمنا باسقاط ربما عن الحاله المصريه والحاله التونسيه يمكن ان نشبهه بنادي بيراميدز الذي يتالق في السنوات الماضيه كذلك وظهر بشكل لافت في الكره المصريه في السنوات الأخيرة. الاتحاد الرياضي المنستيري لا يملك ربما الإمكانيات المادية الكبرى لبيراميدز، لكن بحوكمة رشيدة لإدارته ورئيس النادي في السنوات الماضية، بالإضافة إلى تولي عدة مدربين متميزين أبرزهم وأخرهم فوزي البنزرتي قبل أن يغادر ويحل بديلا عن المدرب الصربي الفرنسي داركو نوفيتش. فإنه الاتحاد المنستيري يمكن قوله أنه لن يكون لقمة سائغة أمام الأهلي المصري. صحيح انه لا يملك خبره كبيره، صحيح انه سيخوض اول مواجهه ضد الاهلي وهو الذي دخل لاول مره في تاريخ دوري الابطال من خلال المواجهه الافتتاحيه او المواجهتين الافتتاحيتين في الدوره الماضيه امام الجيش الرواندي عندما خسر 1-0 ثم فاز 2-0 في تونس. فانه المباراه اعتقد انها تعد بالكثير وانها لن تحيد على تاريخ مواجهه الاهلي مع الانديه التونسيه في السنوات الماضيه. طيب من وجهه نظرك او المعلومات اللي عندك، ايه اسباب اقامه المباراه الساعه 3 العصر بتوقيت تونس؟ رغم ان جرى العرف دايما كل مباريات الاهلي مع الفرق التونسيه يمكن اكثر من 90% المباراه كلها بتقام في الليل في المساء. هو هذا صحيح، خاصه انه ملعب مصطفى بن جلال يتوفر على عامل الاضاءه وهو من الملاعب القليله في تونس للاسف اقول هذا، لانه في مشكل ملاعب في تونس من الملاعب القليله التي يعترف بها الكاف كملعب بامكان ان تدار عليه مباريات ضمن المسابقات الافريقيه وحتى المنتخب الوطني التونسي، حاله كحال ملعب رادس. استمعت لتصريحات مسؤول الاتحاد الرياضي المنستيري الذين برروا ذلك بانه الملعب لن يكون جاهز بشكل كامل لاستقبال مباراه في المساء، لكن لا خوف على اقامه المباراه في الظهيره ما بعد الظهيره بقليل انطلاقا من الساعه 3 بتوقيت تونس تحديدا مدينه المنستير، الساعه 4 بتوقيت القاهره، بالنظر لانه حاله الطقس كما نعلم الان الاجواء خريفيه في تونس، دخلنا في وابتعدنا عن الحراره التي عاده ما تعرف بها تونس في شهري سبتمبر واغسطس. يمكن القول انه الظروف ستكون ملائمه للاعب كره القدم، خصوصا ان الاتحاد الرياضي المنستيري تعود على كل مبارياته تقريبا في نفس هذا التوقيت، يعني الساعه 3-4 الساعه 2 بتوقيت تونس. واعتقد ان الاهلي المصري يملك من الخبره الكثير حتى يتجاوز هذا العامل، لا اعتقد انه سيكون مؤثر، بالعكس كما قلت لك منذ لحظات وانه حاله الطقس ستكون مثاليه للعب كره القدم، ونحن في تونس نقول
طقس سيكون طقس كوره في هذا طقس الدوري. كروي. هل تتوقع حضور جماهيري يعني اتحاد المنستيري من الفرق التونسيه اللي عندها شغف من حيث ان الجماهير هناك بتحضر كل المباريات، في حضور كبير لهذا الفريق في مدينه المنستير؟ بالفعل بالفعل، رغم انه القاعده الشعبيه لاتحاد المنستيري لا يمكن ان تضاهي القاعده الشعبيه للترجي للافريقي او النجم الساحلي او حتى النادي الرياضي الصفاقسي، لكن يبقى هذا الفريق فريق المدينه، فريق مدينه المنستير. للاسف لن يكون الملعب ممتلئ عن كامله بالنظر للاحترازات الامنيه التي نعيش فيها في تونس منذ سنوات عديده، يعني بعد الثوره. حسب المعلومات وهذا رسمي اليوم، تم الانطلاق في بيع تذاكر الخاصه بقمه الاهلي والاتحاد الرياضي المنستيري. 8000 شخص سيكونون حاضرين في هذه المباراه، 8000 تذكره. شيء الايجابي والرائع صراحه خليني انا نقولها، وانه الاتحاد الرياضي المنستيري قام ببادره اكثر من رائعه وتم تناولها في وسائل الاعلام المصريه المختلفه، وهو تخصيص تذاكر لجماهير الاهلي بالمجان. صحيح صحيح. واتوقع ايضا انه الاهلي سيرد بالمثل في مباراه العوده عندما تكون القاهره مسرح لمباراه الاتحاد المنستيري. اكيد والأهلي. باذن الله. ابرز لاعب في الفريق في الاتحاد المنستيري، يعني يمكن انا قريته وشفت، يمكن ابرز لاعب في الفريق هو حارس المرمى، لانه حارس منتخب تونس بشير بن سعيد. صحيح. هو الافضل، هو الابرز في نجوم اخرين؟ هو اللاعب الدولي الوحيد تقريبا في تشكيل الاتحاد الرياضي المنستيري في المنتخب التونسي، والحارس الثاني الان اصبح تقهقر بعد ايمن دحمان الذي حارس شباك المنتخب التونسي ضد منتخب البرازيل في الوديه الاخيره، لكنه يملك اسماء اخرى. صحيح وانه غادروا الكثير من الاسماء المتميزه في السنوات الاخيره، على راسها العبدلي الذي ذهب الى تجربه في السعوديه ويبدو انها لم تكتمل حين فسخ عقده قبل ان تمر شهرين على تجربته مع النادي السعودي. هناك الشيخاوي لاعب تالق كذلك بشكل مميز في الموسم الماضي، وكان من بين ابرز الهدفين، سجل خاصه في المواجهه قبل الاخيره، اعتقد في الجوله قبل الاخيره في مرحله التتويج ضد الترجي الرياضي التونسي، بالتالي يعرف كيف يزور شباك عمالقه القاد. هناك انيس بن حتيره اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي والذي عاد في تجربه الى الدوري التونسي من بوابه الاتحاد المنستيري، وكان سجل في المباراه الوديه الاخيره التي لعبت يوم الاحد الماضي بين الاتحاد الرياضي المنستيري والترجي. نعلم جيدا ان الدوري التونسي لم ينطلق بعد محمد، واعرف انك تواكب هذا. اكيد اكيد. استغل ذلك بمواجهه الترجي الذي يبدو انه احسن اختبار للاتحاد الرياضي المنستيري قبل مواجهه الاهلي الزميل. حتى تم رائحه الاهلي ربما عبر الترجي. الزميل الإعلامي التونسي بديع بن جمعة، أنا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك، ودايما بنسعد بوجودك معنا. شكرا جزيلا الزميل العزيز الإعلامي التونسي بديع بن جمعة. وكان مهم جدا إطلالة نتكلم على مباراة الأهلي واتحاد المنستيري قبل سفر الفريق غدا بإذن الله إلى تونس لمواجهة هذا الفريق يوم الأحد إن شاء الله الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.